عايز اكلمك على شوية اوبشن تانية مرتبطة باللير. اللير احنا ممكن نعمل لهم ميرجين او نضمهم على بعض بحيث ان احنا نقلل المساحة بتاعة الفايل، وفي نفس الوقت نقلل حجم اللير اللي هتبقى موجودة هنا. لو بفرض مثلا ان انا اتفقت معاك ان الباك جراوند بتاعتي خلاص انا راضي عنها بالشكل ده، فانا ممكن اسلكت اي لير فيهم، هكليك واقول له ميرج داون. ميرج داون يعني هيلزق اللير اللي انا موجود معاها عليها مع اللي تحتها، هكليك هيعمل ميرج داون، كليك ميرج داون، اوكي كده انا قللت عدد اللير. وبالتالي انا برضو ممكن اجي هنا واقول له ميرج داون، فيحط لي اللايرز اللي كانوا تحت كلهم في نفس الشكل اللي انا كنت عايزه. من الهيستوري هرجع للسناب شوت اللي انا كنت عليها. في اوبشن تاني ان انا ممكن اقول له وانا في اي لير اقول له ميرج فيزيبل، يعني اي حاجه فيزيبل جوه اللير هعمل لها ميرجنج. اوكي هيتحولوا كلهم للاير واحده. برضو من الهيستوري هرجع للسناب شوت، وعايز اوريك اوبشن تاني مختلف شويه. لو انا برضو رحت على واحده فيهم وقلت له فلات ايمج، فلاتن ايمج، بمجرد ما بكليك عليها بيحول لي الايمج بتاعتي لايمج فلات، يعني ما فيهاش اي لاير، وحتى اللاير الوحيده اللي موجوده متسميه باك جراوند، كانه ملف احنا فاتحينه من الصفر، كانه ايمج مش بتاعتنا يعني، وفتحناها بفوتوشوب. فحط لي اللوك وحط لي اسم باك جراوند. دي بتنفع لما بنعوز ننهي الايمج بتاعتنا بشكل ان احنا عايزين نوريها لحد، يعني مش هنوديها تتفصل، لا احنا هنوريها لحد عشان يتفرج عليها كلاي اوت كشكل، تمام؟ فبنعمل فلات للايمج وبنسيبها بالشكل ده. هرجع للهيستوري تاني للسناب شوت اللي انا كنت عليها، وهرجع هوريك حاجه برضو مرتبطه بالميرجنج. لو انا عايز اضيف او عايز اعمل ميرج ما بين كذا لاير، واحده فيهم هيدن او اتنين منهم هيدن، وانا هختار ميرج فيزيبل، هيعمل لي الاوبشن التالي ان هو هيضيف لي كل الحاجات اللي كانت فيزيبل، هيحطهم لي جوه لير واحده، تمام، وهيسيب لي الاتنين التانيين اعمل فيهم اللي انا عايزه. هوريك بقى اللي انا بحاول ان انا اوريه لك من الاول. لو انا اخترت ان انا اعمل كده، انا دايس شيفت وبكليك، تمام، وهاجي على واحده فيهم هعمل لها انفيزبل وهقول له ميرج لير، هيعمل لي ميرج لللير وهيمسح اللاير اللي كانت معمول لها فيزيبل، مش هيخليها لي زي المره اللي فاتت، لا هيمسحها. فخد بالك من الاوبشن ده. اوكي كده احنا خلصنا الاوبشن بتاع الميرجن. في المرات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن حاجات تانية كتيره قوي مرتبطه باللايرز. اللير مهمة لأن من غير اللير فوتوشوب ما يبقاش بالقوة والجودة اللي هو عليها. أشوفك الدروس الجاية مع حاجات تانية مرتبطة بالليرز برضو بس بشكل مختلف شوية. أشوفك الدرس الجاي.